بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. على بركة الله أعلنت هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الثاني عشر للقعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. أتقدم مع أول المراكز، أتابع هنا شاهين عبد الواحد بن خزاعة بالعثة العامري من يتقدم مع أول المراكز. المركز الثاني في هذه اللحظات أتابع راهي لعلي بن سالم بن راشد الدرعي مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع مصوع الصغير بن علي بن يزرب العامري، وأيضا المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من مياس سيف بن راشد العليلي، وخامسا أتابع في هذه اللحظات المركز الخامس الوصول من منذر خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، وصل وانطلق مع المركز الخامس. المركز السادس وصل في هذه اللحظات وتقدم الكايد أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، وسابعا وصل مجد نايف بن مبارك القبيسي وثاب بن صلوم، وأيضا المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات من مياس مهير بن محمد بالصوب الاكتبي من يأتي في هذه الانطلاقة، وأيضا أتابع الوصول من مثل المتوكل في هذه اللحظات حمد بن سالم خليفة بن رويس الاكتبي من يأتي أيضا مع هذه الانطلاقة وهذا التحدي. إذن متابعينا الكرام، العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة. من غير في هذه اللحظات؟ مجد مع المركز الأول الباحث عن الأمجاد الباحث عن النواميس، يتقدم مجد ونايف بن مبارك بن صلهم من يتقدم في هذه اللحظات يا القبيسي، يا سلام. ولكن الوصول مع المركز الثاني، نتابع في هذه اللحظات مياس سيف الراشد الشعال العليلي يأتي مع المركز الثاني، وثالثا الوصول من الكايد أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، وأيضا من وصل في هذه اللحظات وتقدم مشاهدينا الكرام منذر خلف ساري بن بلوش المزروع الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا من تتابعون ويا من تراقبون هذه الأحداث. ولكن مجد 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 مع المركز الأول، مجد مع التحدي، مجد مع الانطلاق، نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي، ولكن بن بلوش بن بلوش قادم في هذه اللحظات. أسري يساري يسري، أسري يساري يسري، مالك منذر خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، وأيضا القادم من وصل في هذه اللحظات متوكل حمد بن سالم الخليفة الاكتبي، واصل ولكن مجد إلى الأمجاد يا مالك مجد، ينطلق مع الأمجاد، ينطلق مع النواميس، مجد نايف بن مبارك بن صلهم القبيسي القبيسي، راح راح مع مجد إلى الأمجاد، إلى الفوز، إلى النواميس. يقدم لنا مجد التحدي، يقدم لنا مجد النواميس، سلالة أيضا المختبر، سلام يا إنتاج المختبر، سلام مجد، سلام سلام لنايف بن مبارك القبيس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل متابعينا الأعزاء مع ثاني المراكز متوكل حمد بن سالم بن خليفة الاكتبي. المركز الثالث وصل منذر خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، والمركز الرابع وصل متابعينا الكرام رياض ملك سيف بن مبارك بن حمد العامري، وخامسا
وصل متابعينا الكرام الكايد ملك احمد بن سعيد بن بروك الحميري تانينا والناموس لمالك مجده نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي. والتوقيت الافضل في هذا الصباح 5:50 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك مجد على هذا الفوز وعلى هذا التوقيت المميز. المركز الثاني كان الوصول متابعينا الاعزاء من متوكل ملك حمد بن سالم بن خليفه الكتبي. توقيت ولحظات وصول الى خط النهايه 5:54 وخمس اجزاء من الثانيه تانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول من منذر متابعين الكرام ملك خلف بساري بن بلوش المزروعي. توقيته ولحظات وصوله 5:55 وجزئين من الثانيه تانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات متواصلة على بركة الله. أعلنت انطلاقة شوطنا 13 في مجمل أشواطنا الصباحية وشوطنا